إذن أستاذ جان عزيز، يمكن القول أنه لم تعد المعادلات التي حكمت الفترة الممتدة من 8 تشرين لليوم قائمة. يعني هل لا، أنا ماني معني بهذه المقاربة. خليني أرجع حطها بأساسها الصحيح. الأحد الماضي قلت نتنياهو في واشنطن عقد مفاوضات على ملفات أربعة. واحد غزة واليوم التالي، هقولنهم حرفيا، الجنوب وسيناريوهات رد الحزب على طروحات آموس، إيران في النووي والنفوذ والوكلاء في المنطقة، والاتفاق الأمريكي السعودي وتحديدا انعكاسه على قضية إسرائيل وفلسطين. وقلنا أنه فجأة جاء التوقيت الشيطاني لمأساة مجد الشمس واللي بتحمل الوجهين بالتوقيت الشيطاني. فمنشان هيك أنه اللي عم بيصير هو بهذا السياق. هلأ فينا نخترع له قراءات قد ما بدنا وتفسيرات قد ما بدنا، لا، نتنياهو راح عقد اتفاق كامل وكان واضح وكان مكتمل بكل عناصره وبحلقاته من إيران إلى لبنان. هلأ مش بس التوقيت الشيطاني اللي جاء بمأساة مجد الشمس يلي هلأ جرت مجرته حتى الآن، لا، المعنيين بالقضايا بهذه المنطقة ارتكبوا خطأين جسيمين. الخطأ الأول أنه ترك نتنياهو السبت والأحد والتنين والثلاثة يتصرف مع شهداء دروز سوريين عرب كأنه هو ولي الدم. وكلنا بنعرف وما تتفاجأ وكل العالم بيعرف أنه على مدى 96 ساعة كل الفريق اللي طلع يقول أن نتنياهو ارتكب جريمة مجد الشمس اتعامل مع الموضوع وكأنه نتنياهو هو الضحية وهو المظلوم وهو المعتدى عليه، وقعدوا يتفرجوا. وهذا الأمر سمح لنتنياهو بتعبئة عسكرية وإعلامية وسياسية ودبلوماسية. بتقولي شو كان بينعمل؟ هيدا اللي بدي أسألك إياه. كنت من لحظة وقوع مجد الشمس، وإذا اللي عم بيقولوا نتنياهو ارتكب المجزرة مصدقين هن اللي عم بيقولوه، كان من أول لحظة كان المفروض على الأقل الحكومة اللبنانية تنتقم فورا. اثنين، تستدعي سفراء خمس دول دائمة العضوية بمجلس الأمن. ثلاثة، تحكي مباشرة مع النظام السوري، هاي أرضكم وهو شعبكم، تعوا تنسق كيف منروح على الأمم المتحدة. أربعة، تستعين بالرأي الاستشاري اللي أعلنته محكمة العدل الدولية من أسبوع برئاسة القاضي المميز نواف السلام، يلي بيقول تحديدا بأنه مسؤولية إسرائيل عن المناطق الفلسطينية المحتلة هي مسؤولية جزائية، وتروح تلحق نتنياهو من السبت بكل المحافل الدولية. بتقلي هلأ البعض بصير يتزاكى أنه إيه، بس نحن ما فينا نروح نتشكى. بلا، معاهدات حقوق الإنسان والحق الإنسان الدولية تسمح لنا كنا نتشكى على إسرائيل على اعتدائها على دولة ثانية اللي هي سوريا. تصرفوا 96 ساعة على انه نتنياهو ولي دم الدروز السوريين العرب، وقعدوا ينتظروا. خطأ الثاني الجسيم، موقف وليد جنبلاط، يعني هون الخيانة قلنا وليد جنبلاط الله يساعده بده يتعايش مع الحزب هون، ودروز بسوريا بدهم يقتلوا بشار، وهونيك يا بدهم يقتلوا نتنياهو يا بدهم يقتلوا معه. يعني الله يساعده على هالثلاث شقف. الخطأ الثاني الجسيم اللي ارتكب يا جورج، صدقوا للمرة، بيقولوا لك هذا المقولة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، صدقوا مرة تانية آموس أوكشتاين. واليوم بالحكومة إيه نجيب مئاتي ضلوا 24 و48 ساعة انه طمننا هوكشتاين، واللي بيقول لك غير هيك بيكون ما بيعرف. انا عم بأكد لك نقلت على الاقل رسالتين الى الحزب بانه حصلنا على تطمينات من أوكشتاين بتحييد بيروت والضاحية، على الاقل رسالتين. بعد بيقول في رسالة ثالثة. هلا دغري بقول لك الحزب ما قبضها. ومنشان هيك رئيس الحكومة اليوم بمجلس الوزراء أصر يقول أنا لم أنقل تطمينات ولم تكن لدي تطمينات، بل بالعكس كنت بجو ضربي، لكن كنت أتمنى حتى آخر لحظة أن يطغى الدبلوماسي. بس هو كان في على العسكر، بس هو كان في، هو الرئيس مئاتي ما كان واحد من اللي نقلوا الرسائل، بس نقلت رسالتين وناموا على تطمينات أوكشتاين. هلا الحزب ايه ما تصرف على انه هذه التطمينات جدية لانه
بيعرف الأمريكان وبيعرف الإسرائيليين، بس كمان ما بين أنه تصرفوا على الأرض وكأنه ما في تطمينات بدليل انعقاد هذا الاجتماع يلي كان فيه فؤاد شكر ويلي يبدو كان فيه مسؤول كبير بالحرس الثوري على الإيران. برأيك التطمينات كانت خدعة أم نتنياهو خدع الأمريكيين؟ في احتمالين، أنه كانت خدعة أمريكية إسرائيلية، وفي احتمال كانت خدعة إسرائيلية لللبنانيين بواسطة الأمريكيين من دون علم أنه كان آموس الزوج المخدوع. بس خليني نكمل أقول كمان عم نحكي بالخلفيات، اللي رجع صار من حارة حريك لطهران للعراق حيث الأداة أمريكية مباشرة، وحتى طهران حيث لا يمكن لما نفذته إسرائيل إلا أن يكون بمؤازرة تقنية أمريكية أو غربية، رغم هذا بخليك تفكر أنه لا، أنه الخدعة كانت مزدوجة ووقعوا فيها هون مرة تانية، مثل ما وقعوا بترك نتنياهو يبين العالم أنه وليدا 12 طفل شهيد من الدروز السوريين العرب. وصلنا لهون. هلأ بتقلي ماذا سيحصل؟ إذا بدك نحكي فيها بمحور لوحده.